السفلى والمرة، أهلا وسهلا بالجميع في قناتي جوجرا كويزين. نقول لكم صحة عيدكم، إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا، إن شاء الله بالبركة عليكم وعلينا كامل. وتوحشتكم بزاف بزاف، سمحوا لي طولت عليكم كما على بالكم كنت اون فاكونس. والبنات اللي يدخلوا للقناة نقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله تسيبوا راحتكم عندنا وتتعلموا معنا كما لاحظتوا قناة للمبتدئات. وإلا كنتو أول مرة تزوروا تشوفونا ديروا أبوني وهكذا يوصلكم جميع جديد الوصفات تاع جرجرة كويزين. وحبيت نقولكم تانيت فرحت بزاف كي جربتوا وصفاتي ونجحتوا فيهم عفوا. والبنات نقولكم والله العظيم غير قاع واش نمد غير من القلب للقلب كما قلت لكم، كاش واحدة ما نجحت لهاش الوصفة شوفوا علاه، بالك الفرينة زدتوا الفرينة، بالك النار، بالك عاودوا ما تفشلوش. اليوم حندير لكم كابوتشينو هكذا تبهروا ضيوفكم، وصفة سهلة هايلة وما تدي لكمش بزاف. عندكم كاس قهوة سريعة الذوبان ولا نسكافيه اون ميزور اللي تحبوا نتوما، كاس سكر عادي كريستاليزي، كيلا خذوا نفس الكيلا وكيلا تاع الماء، حاجة سهلة، كيلا تاع قهوة سريعة الذوبان، كيلا سكر عادي كريستاليزي وكيلا ماء. تحضير في دقيقتين، خلطوا المكونات كامل على خطرة على القهوة مع السكر مع الماء على دو بريفيرونس الماء، ما ديروش تاع العين، ديروا لو مينيرال الى امكن. خلطوهم بالباتور فوالا، تولي عندكم اون موس. كملوا حتى تشد لكم كما لا مايونيز. كاين بنات بيان سور لي ديجا يعرفوا الوصفه، بصح اللي ما يعرفوهاش هاي ليك قدامكم. هلا سا سوغ ان بو دو القهوه العاديه اللي الموالفين يشربوها كل يوم، انا نبغيه بزاف. هلا هاوليك القوام، ما تقولوش نسيت طلباتكم، راني سجلتهم كامل، وصفات تقليديه وصفات عصريه وحلويات تقليديه وعصريه، راني معاكم. قلت لكم مور العطله ان شاء الله، ونبداو شويه شويه مع تشجيعاتكم بيان سور. شفتوا القوام، مام جو تورن البول تاعي ما يطيحش. هلا طريقه الاحتفال، ديروه في بواطه كيما هادي هرميتيك، ديروه في الكونجيلاتور، ما ديروش في الفريغو باش ما يذوبلش. الى ذاب لكم عاودوا طلعوه بالباتور. كي تجيو تشربوا قهوه خذوا منه شويه عاودوا رجعوه. نقولك نتمنى عجبتكم الوصفه، هي وصفه سهله نقولكم. نتمنى تجربوا كاع الوصفات، مازال نقولكم جديد ان شاء الله. انا ديما معاكم، ما مسي خطرات ما نحش كل يوم دي فيديو كما قلت لكم، انا سي با بوسيبل مع خدمتي مع ولادي مع وكامل، مي نخمم ديما عليكم. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم، نخليكم في رعايه الله وحفظه، ارثو فاس ما يبغاو حنين ان شاء الله.